كتعتقد ياك كتنتقد او كتنتقد المجال الفني وكتقول ان فرص العمل غير متوازنه ياك في نظرك شكون السبب؟ شكون السبب؟ شكون السبب؟ صحيح بعد القضيه هذه ديال انه ما كاينش توازن، هذا مشكل كبير دابا، هذا مشكل كبير تاع توازن الفرص وداك الشيء. ما السبب؟ السبب مقتسم منه بزاف تاع يعني الجهات الا بغينا نقولوا، يعني هذا مساله كتدخل فيها بزاف المكونات ديال العمل الابداعي. اوكي كي يكون ان هذه المساله اللي زاد يعني رسخها ان التفاوت يعني تاع الفرص ما بين الممثلين بيناتنا حنا، ان كاين بعض المخرجين اللي ربما هما كيعتقدوا ان الاشتغال مع واحد المجموعه ديال الفنانه يعني محددين واللي كيرتاحوا لهم واللي ما كيخلقوش لهم مشاكل واللي تخلقت بيناتهم واحد العلاقه سي سا واللي انه كيكون مرتاح. اوكي هذه مساله حتى هي كتكون يعني حتى بالنسبه لي بواط دو هذا ما يسمى بالشركات تاع الانتاج. يعني تيقول لك ناس هذا ربما ما كيزعموش على بعض الممثلين ما كيخدموش معاهم بزاف تيخافوا يكونوا فيهم المشاكل ولا شي حاجه. شنو المشاكل؟ شنو كتعني بالمشاكل؟ المشاكل كاين شي حويجات اللي تقدر توقع في الوقت تاع التصوير. اوكي كاينين بعض التصرفات تاع الممثلين كما كنقولوا مثلا كيقدر ما تقدر تصدر بعض التصرفات مش ممثل ولا حدا، ولكن هذا ماشي مبرر. اوكي حيت الابداع بعيد على هذه الامور. سي فري